عصماء، سأجعلك سيدة من سادة العرب. لا أريد شيئا يا إبراهيم. أريدك أن تبقى معي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. عصماء، لولا الضرورة ما تركتكما، وأعدك أنني سأعود بعد أن أقضي شيئا مهما. عندما أعود سأجيب عن كل الأسئلة التي تجول في خاطرك. ألم تتأخر؟ لن أتأخر. أخاف أن تضربنا النوائب فنتوه عن بعضنا في هذا العالم الذي لا يرحم. سأعود قريباً.